أنت متهمة بالعمالة يا بنت، عندك أي شيء تقوليه؟ أنا مو عميلة، والله مو عميلة. ولك يا واطية، سمعتك بأدنية عم تحكي عن أوندير. أنتوا اللي حكيتوا هيك، قلتوا حكيتوا عن أوندير، ليش أنا إذا بعرف شيء كنت فتحت تمي؟ خلص عليها. أنا ما بركع قدامكن وما بقبل بهالمحكمة بنوب. أنا قبلتي وإن ما قبلتي شو بتفرقوا لك؟ ها؟ أنت متهمة بتهمة، تهمة محاولة الانقلاب على أوندير وتهمة إخلال النظام وعقابك الموت. عندك شي تقوليه؟ الله ينتقم منكن. اتهامك زاد، اعتقادك وعبادتك للخيال على أنه إلهك، تم الحكم عليك بالموت مرتين. سعاد، رنين، ديانا، إيمان، كاتيا، كلهم قتلتهم لأنهم ما كانوا يقبلوا يكونوا ملكك. الموت لأوندير تبعكم، نهايتك رح تكون وخيمة. زعيم، خلص على هاي السقطة. اسمعوني منيح يا شباب، وكلكم شوفوا، هاي رح تكون نهاية كل العملاء.